السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. النهاردة معانا علامة من علامات الساعة، أنا بعتبره مرض أو آفة امتلأت بها الأمة للأسف، انتقلت من مستوى الأفراد للمجتمعات للدول للأمة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنشوفها في الإعلام، بنشوفها بين الناس، بنشوفها في الشوارع، بنشوفها في كل مكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعدها من علامات الساعة، فكما عند مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ده كلام النبي هو صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. الكذب، أيوة. وفي رواية لمسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع دي، اسمع كلام النبي ده كويس قوي وافهمه وركز معايا، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. انتشر الكذب وكثر الكذب، ولا نعرف زمانا انتشر فيه الكذب كهذا الزمان. فلو نظرت إلى حياة الناس نظرة فاحصة مدققة لوجدت جل أحوال الناس كذبا في كذب، شعب يدعي كذبا أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء العزيز الغفار، وأنهم لهم حقا تاريخيا في فلسطين، وزي ما احنا شايفين اللي بيحصل اليومين دول واللي بيعملوا اليهود الملاعين لما قاموا مظاهرات سلمية في فلسطين عملوا فيهم القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل وعالم سوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائنه، والوالد يكذب على ولده، والولد يكذب على والده، والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجه أو على زوجته. فلماذا الكذب؟ حتى في أصحاب المهن ربما نشوف ده في الأطباء، في المهندسين، في المحاسبين، في السباكين، في النجارين، يديك الكلمة ولا كلمة ولا يصدق فيها. فكم من دماء سفكت بسبب الكذب، كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب، وكم من مقدسات دنست بسبب الكذب، وكم من دول احتلت بسبب الكذب. أقسم بالله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب. في العراق قالوا أصلحت الدرار الشاملة، في فلسطين قالوا دي بلدنا، وما احتلت الشيشان إلا بالكذب، وأفغانستان إلا بالكذب. بيت هنا وبيت هناك يدمر بسبب أخبار كاذبة، إنسان يسجن سنين عددا بسبب كلمات كاذبة أو أخبار كاذبة. هل تصدق أن الله عز وجل جرم وحرم الكذب في كتابه في القرآن؟ عارفين كم آية؟ في أكثر من 280 آية. وهذا يدل على خطر هذا الخلق الذميم القبيح. فالكذب خسة وندالة، والمؤمن الصادق لا يكذب. فالكاذب منافق، أما المؤمن لا يكذب. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فوالله لن ننصر ديننا ولا رسولنا ولا أمتنا إلا بالصدق.
فوالله ما نجا أحد في الدنيا والآخرة إلا بالصدق، فالصدق هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه كان من المنقطعين القاطع الهالكين. الصدق هو سيف الحق في أرض الله الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلا إلا أرضاه وصرعه، ما صال به لا ترد صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته. بتكذب ليه؟ بتكذب ليه؟ تعرف الكلمة ممكن أنت بتقولها دي في الإعلام، لما بتشوف إعلاميين كذابين كتير جدا جدا جدا، ناس الله العفو والعافية، فتستشعر إن هو ده فعلا الزمان اللي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الزمان. فإياكم وإياهم، إن بين الساعة بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. فإياكم والكذب، علامة خطيرة من علامات الساعة. أسأل الله أن يطهر ألسنتنا من الكذب، وأن يطهر قلوبنا من الرياء ومن النفاق. ما توقفش الحلقة عندك، انشرها لكل أصحابك على كل الجروبات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. بحبكم في الله، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.